قرآنا يتلى وباق ودائم إلى يوم القيامة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول معظم المفسرين من أهل السنة، ابن كثير، الفخر الرازي، تفسير الفتح القدير للشوكاني، تفسير روح المعاني للسيد الألوسي، كل هذه التفاسير في مقدمة عمالقة التفسير عندنا عند أهل السنة، تقول جميعا عند تفسير هذه الآية حديث عن ابن عباس: يا ابن عباس، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ قال: أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: سيدي يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم؟ قال: أشار الله له إلى وسيلته إلى ربه في ندمه وقبول توبته أن يقول: اللهم بحق محمد وعلي، ركز سعادتك معايا، اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب الله عليه وقال: يا آدم، بهؤلاء توسل إلي إن كانت لك إلي حاجة. يبقى الاسم مذكور من متى؟ من يوم خلق آدم وفي قصة آدم. هذا ما يذكره معظم المفسرين، هذا إشارة، كل هذه إشارة إلى المقام المحمود لمولانا أمير المؤمنين علي بأنه هو الخليفة وهو الوصي وهو الوارث وهو الإمام، وأن هذا الجعل يعني قد نستغرب عند حتى بعض العلماء الذين يقولون إن الشيعة هي اللي بتقول على سيدنا علي هو الإمام، والشيعة هي اللي بتقول على علي أمير المؤمنين، والشيعة هي اللي بتقول على علي أن الله هو الذي سماه. ليس للشيعة شرع ولا تشريع، إنما التشريع تشريع الله، ويبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله لجميع الأمة. فلم يبلغ رسول الله لطائفة من طوائف الأمة هذا البلاغ ويترك هذا البلاغ، وإنما البلاغ لجميع أمته، أمة الاستجابة. إنما هنا التعصب للباحث أو القارئ أو المتلقي يتعصب لطائفته أو يتعصب لمذهبه أو يتعصب لرأي إمامه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يدعونا بإمامنا أمير المؤمنين علي، وأن يدعونا بإمامنا مولانا الإمام الحسين عليهم السلام، وصلى الله عليهم وعلى جدهم أجمعين.